بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع الذكر وفوائده. الذكر هو أن تذكر الله متجها إليه بقلبك. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. الذكر إنه من أفضل الأعمال ومن أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله. الذكر دلالة على صدق الإيمان وحسن الصلة بالله. إنه دلالة على صفة المؤمن الصالح، فهو يذكر الله كثيرا. الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى صلاتنا ولا إلى صيامنا، ولكن نحن المحتاجون له، لعلنا في صلاتنا وعبادتنا وطاعتنا نتذكر منبع وجودنا ونستمد منه حياتنا، وهو الله الأحد. فيجب أن نتذكر الله ونؤمن به ونعظمه، وهذا المعنى بأن يكون راسخا في الذاكرة وفي أفعالنا. وربما يكون هذا أفضل من مصلي ليس في قلبه ذكر. قال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. الذكر إنه عبادة لا تحتاج إلى طهارة أو استقبال قبلة ولا مجهود بدني شاق، نستطيع أن نقولها في أي مكان وأي وقت، قائما أو قاعدا. نستطيع ذكر الله في غير الصلاة، لنذكره ونحن جالسين مع الأهل في المأكل أو في الطريق ونحن نمشي أو السفر، وفي الراحة أو الضيق والأزمات، وفي نفسك، لنذكر الله بلساننا مع حضور القلب، لأن الذكر فيه حياة للقلب الروحي. قال تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال عليه السلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أفضل الكلام والذكر هو قول كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو الحمد لله. قال عليه السلام: أفضل الكلام لا إله إلا الله، وأفضل الذكر الحمد لله. قال عليه السلام: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أنواع الذكر: 1. الاستغفار. الاستغفار هو طلب المغفرة والعفو من الله وستر الذنوب والمعاصي في الدنيا وغفرانها يوم القيامة. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قل: أستغفر الله وأتوب إليه. 2. الحمد. الحمد تعني المدح والثناء على الله بجميل صفاته، وتعني وصف المحمود بالكمال والمحبة وكل المحامد، وهو الذكر باللسان: الحمد لله رب العالمين. قال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. 3. التسبيح. التسبيح يعني أن الله منزه عن العيب والنقص وكل سوء، وله العظمة والكمال. وكلمة التسبيح: سبحان الله، أو سبحان ربي العظيم، أو سبحان الله لا شريك له، له الحمد وله الملك، وهو على كل شيء قدير. 4. الشكر. الشكر إنه صفة لله تعالى، فقال عن نفسه: وكان الله شاكرا عليما.
الشكر هو عرفان الجميل والإحسان وذكر نعمته وطاعته وعبادته. فبالشكر لا يعذب الله مؤمنا شاكرا وينجي من المهالك وتزيد النعمة. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر واجب أيضا للناس بمقابلة الجميل. قال عليه السلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. 5. التهليل. التهليل هو ذكر الله، هو التوحيد، لا إله إلا الله، وهذه الكلمة مفتاح الدخول إلى الجنة. وأفضل التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد والشكر وله الملك، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 6. التكبير. التكبير تعني لا شيء أكبر من الله، فنقول الله أكبر. 7. الدعاء. الدعاء إنه عبادة، ومن أهم العبادات بين الإنسان وربه. الله سبحانه وتعالى يستجيب لمن دعاه وطلب منه من خير الدنيا والآخرة، ووعد الله أن يستجيب لمن دعاه من عباده، ولا يمكن أن يرد من دعاه ورفع يديه إليه. فعند الدعاء يجب أن يكون الدعاء نابع من القلب، نستقبل القبلة ونرفع اليدين مفتوحة لغاية الكتف، ونسأله بأسمائه الحسنى، ونطلب بكل أدب ما نشاء. 8. التوكل على الله. التوكل على الله هو الاستعانة بالله في جميع الأمور، وأن يكون التوكل نابع من القلب. الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين، والمتوكل على الله تدل على الإيمان والثقة به. فعندما ألقي إبراهيم في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فجاء الأمر الإلهي: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكانت هاجر زوجة إبراهيم ثقتها بالله كبيرة، بأن الله لن يضيعها هي وابنها عندما تركها زوجها في الصحراء القاحلة تحت أشعة الشمس، ففجر لها ماء زمزم وخلد سعيها. ومن أنواع الذكر قراءة القرآن والدعوة إلى الله. فوائد الذكر: مدح الله الذاكرين وأحبهم، ويفتخر بالذين يذكرونه عند ملائكته. قال عليه السلام: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. الله يبيض وجه المؤمن الذاكر، وينور قلبه فيصبح حيا، ويقوي الإيمان فيشعر بالسعادة والسرور والإطمئنان، فيزود الهم والغم والحزن، فتكون النفس سعيدة وقريبة من الله. وينزل الله عليه الطمأنينة والسكينة، فتقوى المناعة لدى الجسم. الله يستجيب للدعاء النابع من القلب، وهذا وعد من الله بأن يستجيب. الذكر يطرد الشيطان. الاستغفار إنه ذكر، فمن استغفر الله غفر الله له ذنوبه وسيئاته. ومن شكر الله يزيد الله النعمة عليه، والله لا يعذب شاكرا. الله يحب المتوكلين لأنها تدل على الثقة والإيمان. إن الله لا يضيع من توكل عليه، وبالأخص في الشدائد، فانتظر الفرج من الله، لأن الله لا يضيع أي دعوة طلبتها منه.
ذكر الله يجلب الرزق ويزيل الهم والألم والغم ويضاعف الحسنات. في ذكر الله ينشغل اللسان عن الغيبة والنميمة. الذكر يجعل القلوب مطمئنة فيرتاح البال وينور الوجه وتقوى المناعة لدى الجسم. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر هو الفلاح، أي الفوز بالجنة، فمن ذكر الله كثيراً فاز ونجح. قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الإعراض عن ذكر الله. الإعراض عن ذكر الله والإقبال على المعاصي والبعد عن طاعته سبب للشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة. ففي الدنيا تزول النعم لمن يعرض عن ذكر الله وتبدل إلى نقم، والقلب الروحي يبدأ في الإسوداد فيظلم ويصبح غير مبصر، فلا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل والحسن من السيء والخير من الشر. بعدها لا يهتدي إلى الطريق الصحيح ولا يفقه شيئا، فيدخل في الضلال والظلمات ويصيبه الاكتئاب ثم الانتحار. وفي البرزخ له عيشة سيئة مملوءة بالمشاق لإعراضه عن ذكر الله وكتابه. وفي الآخرة يحشر ويترك في العذاب أعمى لإعراضه عن ذكر الله في الحياة الدنيا. أما صفة المنافقين قال الله عنهم، قال تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عليه السلام: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة، والحسرة تكون يوم القيامة. ربما أحد يقرأ القرآن ويخرج ألف فائدة، ولكن قلبه المعنوي الروحي لا يأخذ لو بفائدة واحدة. وربما آخر يمر بآية ولا يفهم ماذا تعني، ولكنه يبكي عليها خشية من الله. فعند قراءة القرآن يجب أن تشمل العقل والقلب، أن تفكر بالمعنى وبالقلب تستغفر الله وتتوب إليه. إذا أعجبك هذا الفيديو أعطيه لايك، وإذا تحب مشاهدة فيديوهات أخرى اعمل لي فولو، وشكراً.